اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبر مباشرة من الدار البيضاء في مباشر جديد مع الاخ عادل الصالحي. عادل الصالحي مافيا بالاحكام، رابور سجين تائب، ود البلاد دوز، العجب المتعجب، كل شيء تعرفوه مغاربة تعرفوه صغار وكبار. عادل بالاحكام، اهلا وسهلا خويا عادل. اهلا وسهلا خويا، تحياتي ليك وتحيا لقناة عبر ولا عبير عبر عبر خويا عبر. عادل، خويا عادل، بغيناك تحدث لينا شويه قبل ما ندوي على التوبه ديالك. بغينا ندوي على المشاكل اللي تتوقع في السجون والسجناء بشكل الطبيب، جميع المسائل اللي تتوقع في السجون. وانت داكشي اللي توقع في السجون راه بزاف، وتعرفوا الناس بزاف، وخرجوا بزاف ديال الناس اليوتيوب تعاودوا المأساة والمعاناة ديال السجين وحتى الموظفين اللي تعيشوا مع السجناء، وبزاف ما يتقال في هادشي. لا اله الا محمد رسول الله، واللي يتقال راه بزاف. لا اش غنقول لك الاخ، المشاكل اللي تتوقع في السجون تتبدا من الاول، تي القوي يقدر القوي ياكل الضعيف، يقدر الضعيف ما يعيشش مع القوي. الحبس واحد الشيء ملي كان الحبس شويه القديم، ماشي قديم كاع، نقولوا بزاف، نقولوا قبيله ولا دوك بوحدهم، لا دوينا على الناس اللي عاشوا الحبس من 2005 حتى 2000، الفينات الفينات الناس كانت شويه ديال السيبه وكان شويه ديال العذاب، ولكن كل شيء جايين من عند الناس اللي مكلفين، الادارات اللي مكلفين، هما اللي قدروا يسدوا، هما اللي قدروا يحلوا، هما اللي قدروا يخليوا بنادم يزيد في الغلط، هما اللي قدروا يشدوا بنادم على الغلط. وكانوا بزاف الحوايج اللي المؤسسه صراحه كان الامن شويه قليل والصداعات كثار، ولكن كانت الماكله موجوده وكان الطبيب حتى هو موجود. علاش؟ حيت كانت الفلوس دايره باش ما يكونوش تبزنيز كان داخل السجن. التبزنيز راه ولا اللي بغى ينوض يهضر على التبزنيز. التبزنيز هذيك الشيء راه كان ولكن راه قل، دابا ما بقاش، هذاك الشيء، ماشي ما بقاوش الناس اللي غيخدموه، باش نكونوا صريحين. لا ما هي الوقت اللي كانوا تيخدموه ما بقاوش، باش نكونوا صريحين، كانوا عائلة تيدخلوا وكانوا ما هي الوقت تيدخلوا وما اكثر ما هي الوقت، فهمتي؟ دابا ولا الصرامة، دابا الصرامة راه كاينة، دابا الصرامة في جميع السجون، وديك الصرامة أدت إلى بزاف ديال الحوايج اللي ماشي لا في صالح لا في الإدارات، لا في صالح المجتمع، لا في صالح السجناء اللي تعيشوا في المجتمع، ولا الدراري تيخرجوا من الحبس. يعني كل شيء تضرر من هاد الخبرة اللي كاينة دابا، ومن هاد المنهجية اللي دايرها المندوبية ديال إدارة السجون من أجل الرد على الناس ورد على المسجون ورد على تتبان ليا ما فيهاش واحد ما فيهاش شي امتياز باش السجين يخرج زايد شي بعقله. يخرج لا لا والو، ياخذ شواهد داخل السجون، لا والو، الناس يقراو الاخ عادل داخل السجن تيخرجوا بالماستر بالاجازه. اي يا خويا راه كاينين تيخرجوا، راه منهم انا الاخ ديالي والاصدقاء ديالي كلهم خارجين باجازات وبماستر، ولكن راه ما خدامين ما ردامين ما والو، قليل ما كاين. هذا مشكل مازال غنطرق ليه ان شاء الله، نطرق ليه قناة عندي. دابا فاش تاخذ اخويا عادل مثلا الماستر في السجن، تتخرج ما تلقاش البيبان اللي تحل في وجهك. لا ما كاينش خدمه، قليل. اول حاجه ملي تلقى شي سوسيتي ولا شي مدرسه ولا هادي، تطلب لك الفيش الانتربروميتريك ديالك، المبادره تقول لهم اودي وعدوا الدراري اللي خداو الاجازات ديال القانون وخداو اجازات في علم الاجتماع وكذا لداخل، وعدهم باش يكونوا اعوان قضائيين ويكونوا خدامين هنا وهنا، ويدخلوهم في ادارات ويدمجوهم. ساعه ما كاين حتى شي حاجه، والدراري ما اكثرهم، ولا جيت لك نجيب لك بالمئات وبالالاف ديال الدراري ديال المجازين وصحاب الماستر وذوي الشواهد العليا من داخل المؤسسه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. وكيما تطرقت في واحد في القناه اللي كنت فيها انا والدريبي الاخ دريبي تي في احمد، تحياته لي من تحيه الاخ دريبي. كنا ملي تنجبدوا بحال هكا الدراري ديال المجازين، تيخرجوا لنا في كومونتيرات دراري مجازين في السيفيل وقراو في السيفيل وماستر في السيفيل، تيقول خدمنا حتى حنا اللي جبناه في السيفيل. بغيت نقول لك اخويا متفق معاك، الله يسهل عليك، ولكن هذاك اللي داخل المؤسسه راه ما عنده لا مطبوعات، ما عنده لا دروس لا والو، وتيقراو الصداع والحيحه و100 واحد قاتلوا 40 واحد مهرس، وتيجيب اجازه ديالو وتيجيب مثلا ماستر، خصو حتى هو يخدم.
ولا تكون واحد اتفاقيه ما بين المجازين ديال اداره السجون وما بين الدراري اللي خرجوا من الحبس والمجازين، شي كمل شي ولا كلكم عندكم اجازه وكلكم عند هذه. وهذه الوقت ديالكم كان السجن كنتي تلقى 50 في بلاصه واحده اكتداد اكتداد اخويا، كان الاكتداد ونقص الاكتداد، ولكن دابا الاكتداد هو اللي كاين دابا مع كورونا. دابا ما عادش مع كورونا الادارات، ما حيت الوزاره لا الوزاره الوصيه لا الاداره بصفه عامه الناس ديال 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 اللي مكلفين بهذا الشيء ديال السجون ما صراحه ما تيفكروش في شي حل باش يطوروا هذه القضيه ديال السجون ويطوروا الناس ديال الاداره. تطور مثلا المؤسسات ديال التكوين واعاده التاهيل ما كاينينش. انا تشوف مثلا الحباسات قلال وحنا ما بغيناش حباسات بزاف، لان اغلبيه تلقى بعض المشاكل وبعض المناتيف وبعض الجرائم اللي قلبتي تلقى سببهم الادمان، وذاك الادمان اللي تيؤدي لمرض عقلي او مرض نفسي، يعني خصو يتعالج اكثر ما يدار. يعني تنشوف مثلا بات الحكومه اللي جات، الحكومه ملي كانت ديال العداله والتنميه، ولا حضرت لها وانا كنت داخل المؤسسه، وملي كان السي بن كيران وكان الوزير راميد وكان سعد الدين العثماني وداك الشيء، كانوا اقترحوا انهم في كل مدينه غيزيدوا حبس، ومع العلم انها ما تزيدوش المستشفيات ديال الامراض العقليه باش تعرف بنادم شنو كاين بعدا، واش توج واش هذا مجرم بالفطره وماشي عنده شي مرض، عنده واحد المرض اسمه هو الاجرام، يعني ما عندك ما دير ليه خصو يتعدم، ولا واحد مسكين اللي مريض وتيطيح في واحد المشكل وفي الاخر تدوي عليه بطريقه ديال الاجراميه وبطريقه ديال الاجرام، والحبس راه كثير بزاف، ودابا الحبس فيه العذاب وما بقيتيش تدوي على راسك، واخا شحال هذيك الحبس كانت فيه الرشوه، تدور مع الفرملي ديالك تدبر عليه تمشي تخرج دوز على راسك، دابا راه بدا انت تيموت، وراه مؤخرا كان تيموت تما، والله يفرج على كل شيء واداره ما الانسان تيكون نقدروا نقولوا تيكون صفحه بيضاء، تيكتب عليه المكتوب، كاين اللي تيغرب به صحابو، كاين اللي هو بغى يجرب هذيك الطريق، تيلقى راسو في الحبس، ملي تيدخل الحبس تيزيد يدرب على الاجرام، تيخرج بواحد العقليه في شكال، تيتلاقى مع وحدين اخرين تيقريو، تيخرج من تما تيدير عصابه داخل السجن خارج، عارف راسو غادي كحاله. اخو اش نقولك في هذه القضيه هذه، ماشي الدراري كلشي بحال كاين اللي تيردعوا الحبس هما اكثرهم، وكاين اللي الحبس ماشي ما تيردعوش في الاول تيقبحوا، هو من طبيعه الحبس الا كنتي لداخل غادا تعلم شي مسوس ديال الحبس وشي قوال في الحبس اللي ما تعلمهمش على برا، هما هذيك داخل في نمط العيش ديال المؤسسات ونمط العيش ديال السجون، يعني بالزمن انك تتعلم شي حوايج كيفاش تعيش وكيفاش تحرر راسك وتولي عندك اصدقاء اخرين وتولي عندك طريقه سهله باش تصور فلوس، ملي تسمع واحد تيقول لك انا راك تندير غير هذه وهذه وتنصور 4000 ولا 5000 درهم، وانت كنتي خدام كاع في شركه نفترض، حنا نخليو انسان خارج الزنقه كنتي خدام في شركه سيكيريتي، كتب معاك مكتوب ضربتي شي واحد تقتل ومات ولا هرستي شي واحد في شي واحد المده، تبدا تسمع القوالب ديال الحبس، تبدا تسمع هذا راه تيقول انا تنصور من البزناز، انا راه تنصور من هنا، انا تنصور من هنا، بنادم تيبدا يحفظ في القوالب، الا كنتي انت قانع باللي عطاك الله سبحانه وتعالى راه تخرج هذاك الشيء اللي سمعتي راك تلوحو، ولا ما كنتيش قانع راه تدير علاقات، راه تيقول لك صاحبك بزناز دوز عندي، تيقول لك صاحبك شفار دوز عندي، تيقول لك صاحبك تيخدم في الشيكات دوز عندي، تيقول لك هذا دوز عندي، تيقول لك هذا تيدير امتحان شخصيه، تيكون هذا كاع عنده مع المخزن، تيقول لك اجي غنلاقيك مع المخزن وغتبيعو تشري ودير وتلعب دوز عندي، تيوليو عندك بزاف القوالب. وهادشي كامل اصلا هو الجوع، ملي تتخرج الا كنتي مشي طبقه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وما في حالكم سمك ما في حالهاش وباك ما في حالوش وخوتك ما في حالهمش، ما تعيش لداخل تتخرج هادشي لداخل، ولكن ملي تتعلم القوالب وتخرج على برا الا ما لقيتيش باش تعيش تضطر تهز التليفون، وهذا راه واقع تنعيشوه ماشي تنسجلوه. واحد في الدراري صحاب اللي غادي يصوفيك، لان صراحه كاين واحد المشكل في المجتمع، الناس اللي عندهم ولا دربكم اللي مسهل عليهم الله والناس صحاب الشركات والادارات والمتاجر ما تيعاونوش هذاك الدري اللي خارج من الحبس، يقول لا ديما تيبقى هو هذاك ما تيحتاضنوش تيحتقروه فهمتي، مثلا داخل
على سرقه ويمكن سرقه ما ياكل ولا سرق شي حاجه، ملي تيخرج يبغي يخدم لا داك الشفار لا داك الوصم الاجتماعي، لا عطيه فرصه كيما عطيتي لهداك فرصه، عطيه فرصه، عطيه فرصه ودير معاه التزام، ولا دار شي حاجه يمشي للحبس. يعني اذا شكون اللي تحتضنك؟ تحتضنك هذاك ولد دربكم اللي بزناز ولا اللي شفار ولا اللي تا هو تيجري في نفس الحرفه تيوريك الكاجي يبقى فهمتي. ولا شي حد فيك اللي حاس حيت انا تلاقيت انا كنت ضد بزاف الافكار، وتلاقيت مع ناس مساكن والديهم مراد وعيالاتهم مراد وخوتهم مراد وما لقاوش من يجيبوا لهم، ودقوا كاع البيبان، دقوا المستشفيات المحسنين ما عرفوش فاش يديروا، فاضطر انه يخون ما يخون ها تليفون ولا ما يخون شي حاجه رخيصه باش يجيب واحد الدواء ولا يجيو يدير واحد التحليله اللي غتعطي ريزلت للطبيب باش يقول لهم هذاك الشيء شنو كاين. يعني باش ندافعوا على المجرمين، هذا الشيء في القوالب، ولكن كل شيء اتجه الله سبحانه وتعالى، راه الله تيدير الحل. تقول كالانسان من تيهرب عقله لهذا الشيء ديال الاجرام وديال ديال 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 الحبس. هذه واحد المقوله تتقال ديما، ومع العلم ان عندك الحق، هو واحد السيد في كومونتير قال لك طفرنا احنا جبنا الاجازه والماستر من فرنسا وحنا باش نمشي. اخويا اش غادي نقول لك؟ الله يسهل عليك، دوي على حقك وراكم تدوا على حقكم، ولكن ما يكونش واحد الشيء ديال الميز العنصري، تكون العنصريه ما بين التمييز. ماشي انت قريتي على برا، انت لا قريتي في فرنسا في الحريه وشتي المينيات وشتي الدريات وشتي الحديد الفريع وخرجتي في وشتي على راسك شويه، واحد لا قرا الضرب والجرح والصرخ والجناوه والسيوف والقرقوبي داير، وبنادم تيقول حتى السيد اللي بغى يقرا يقرا في داره ما يقراش الحبس. شكون اللي كثر؟ هو اكثر منك يا اخي، انت يمكن قريتي، غادي نسولك لا قريتي في فرنسا تكون دزتي في تيلاس ولا في كذا، انت درتي واحد الدبلوم وصيفطتي واحد الكونفوكاسيون لواحد لواحد الفاكولتي في اوروبا، وحطوا عليك الوالدين ديالك واحد ويميل واحد 8 مليون كارو كارو، ودارك البريز دو شون البريز شنقول البريز دو شارج، وتعاون معاك ومشكر لك. وانا واحد خالي وسط العذاب والحبس، ويقدر هو شحال ما عاد قرا وتخسر. وتحياتي لك اخويا، حنا ما كرهناكش انت الاخ، تكلف ما تكونش عنصري، حتى دوك الناس راه قراو بغاو يقراو على حساب السؤال ديال الصحفي جاوبته. عادي بالنسبه للناس اللي تيكونوا جايبين ارواح، تيقول لك تيكونوا قباع الداخل، واش الهضره بصح ولا غير بنادم هو تيدير منهم فئه طونسيه؟ الاخويا هادشي ما كاينش، هذا وكاين كيمشي وحدين وكما كاينش شي وحدين. هذاك الشيء شوف، انا هذا المشكل هذا تنتمنى من جميع المنابر الاعلاميه من هذا المنبر ديالك هذا اخويا، لان انا ما تندوزش منابر اعلاميه وما عندي ما ندير بهم، كنت بسبب صديق ديالي اخدي ما باغي ندوز والو، عرفتي علاش؟ حيت الاشهار وداك الشيء فابور، الصحافه ما عندهمش وحنا ما عندناش، وفهمتي لا اله الا الله، فهمتي؟ قلت نقول الصراحه، حيت الصحافه الحره ما بغات حتى واحد. اللي بغيت نقول لك في هذه القضيه ديال اللي قلنا دابا ديال عاد لابس الرجيم، علاش هضرنا ديال الرواح؟ ديال الرواح، يحاول ما امكن لا القنوات لا اليوتيوبرز لا الناس، حاول ما امكن تبعدوا من هذه القضيه. انا غنجاوب الاخ، هذه القضيه ديال تعاودوا قصص ديال الجرائم ديال الرواح وديال كذا، ولا تبداو تبيطقوا في بنادم واحد تعيروه بها، ما تندويش عليك على الاخ. شوف لا ماشي انسبيراسيون، اولا المنتج ديال الروح تيبقى الروح تيبقى مولاه معقد بعدا في حياته، كاين اللي هو درويش درويش، ماشي اي واحد قاتل راه القاتل راه فيه وفيه، كاين اللي كان مريض، انا نوع كنت مريض الحمد لله تشافيت، كاين اللي مثلا جا على غفله، كاين اللي حال صابته حاله هستيريه في شك على الزوجه ديالو وندم لداخل، وما اكثرهم معايا دازت معايا السيد قتل مرتو في الاخر ندم، ما واحد ماشي ثلاثه ولا اربعه. ونصيحه على الناس اللي تيقتلوا عيالاتهم مؤخرا ويذبحوهم على والو، والله الا السيد تنعقل عليه انا بالناي، دخل وقال لي ولدو انت بابا راه تخرج، وبالناي ماشي ولد كازا وساكن عندنا في كازا، تيقول لي تدخل يدخل ولد الدرب اللي فلاني تيدخل ينعس مع ماما، وبقى حادي وتيشرب هذا البناي. وحدة السيد تخرج ما قدرش يدوي معاه حيت قبيح عليه، ودخل شديتي المراه وغرستيها غرستيها مزيان تتشرب، وتقول لها درتي لامك فعلتي لامك فعلتي، ودارت تحت من الناموسيه ونعس الصباح حتى جاو البوليس داو، ندم على حياته وبزاف منهم. ما عجبتكش المراه سير في حالاتك، يعني هذا ما تحسبوش مجرم، هذا هذيك الغيره ديال مثلا واحد شوف دافع على اختو فحال الدفاع، مثلا تبالك اختك شاده واحد تيصرفق فيها صحه وتقولتي لي راه اختي، انت ما تضاربش ما عمرك تضاربتي، وقعات لها هو ولد الدرب هنا تيسكن في المنار، وقعات ليه مسكين، منين بغى يدوي مع صاحب اختو صرفقوا صاحب اختو، او شوف لي مع اختي وتصرفقني، ضربت خوه فاش كوه لا هذا قال لي واش وقفك مع اختي ويصرفقوا،
زاد بغى يحقروا هو حتى ما اختكم الاخر مشى جاب اخ شافي ضرب عليه 10 سنين ديال الحبس. انا ما تنشجعش الشباب، كاين المخزن كاين القانون، ولكن حتى القانون خصو ياخذ مجراه. انت تمشي تقول لي مره واحد طلوط لي على اختي تشكم ان احنا شغلنا، واخا كي القانون ديال التحرش خاص شي حوايج اللي يطبقوا زوينين. وبالنسبه للداري كاين الناس اللي مجرم، هذاك اللي مجرم مجرم راه باين تيبدي يعاودك على الجريمه ديالو وتيبدي يدير. وتنتمنى الميساج اللي بغيت نوصل لشي هذه النقطه، الخوت اللي تعاودوا القصص بحال على ازا ابراهيم وعلى ناس حرمات كاينين. انا مؤخرا عاودت القصه ديال عادل التمراوي الله يرحمه عندي في القناه ديالي، وراه لحتك الاخ والله الا دخل عندي الابن ديالو قال لي شكرا عمي من عاودي فتحتي الملف. دخلت عندي الاخت ديالو لان ما داك اللي قتلو كان مريض مسكين نفسانيا من الدري ديال السلفيه، مريض نفسي، والدري اللي مات هو مسكين الله يعمر دار. ولكن مسخو نبقاو نعاودو قصص حتى القنوات الناس لا خصنا نعاودو على الاقل نقولوا الحقيقه، خصنا نقولوا شي حاجه اللي واقعيه، عندو على الواقع عندو على الصراحه. وبالنسبه للدراري تيكون عندهم الطويل راه ما تيجبدو ما تيضاربو ما والو، راه بركه عليهم ونتيفو بركه عليهم. تقدر هذيك المده الاولى تيكون معصب، تقدر راه حقرتيه ودرتيه في كرشك وعارف راسو غارق غارق عنده مؤبد ولا اعدام، وانت عندك عام ولا عام ونص وقبح منه، انت عندك عام ونص وقبح منه، انت الحبسي الحقره وهادشي اللي كاين. واحد المقوله اللي هي غادي بحال غادي هادي ديما تتقال وش نقراها في كومونتيرات بزاف ديال هاد المواضيع، تيقول لك البيبي شي فليبي في الحبس. واو البيبي شي فليبي هادي لاباي اللي خرجناها حنا، علاش حنت بيبي كله كوميك. وتحيه البيبي خوتنا، بيبي راه خوتنا ولا دربنا ولا جيراننا مسطين، وما تيديروا شي حاجه. تندو على البيبي اللي كان شحال هذه، وتا البيبي ديال دابا ديال الاصلاحيه، بيبي عندهم واحد النظام بوحدهم فيه ضحكهم بوحدهم، ما عزيزش عليهم ينعسوا عندهم واحد. لا سي القانون ديال بيبي احسن من ديال لاباي اللي شفت انا، هو اللي عليه قريت في 2008 2009. البيبي ما عندهمش قانون نعس، ما تينعسوش 24 ساعة على 24 ساعة، تيفيقوا ديال الصباح تينعسوا ديال العشية، تيفيقوا ديال العشية ما عندهم سكتني، ما عندهم سكتني، قانون زوين، تيقول ما كاينش نعاس في الحبس. فهمتي؟ البيبي يضيع لك حوايجك، يضيع، يدير شي حاجة مسطية، يضرب لك يضرب الماء، يفرقعوا على كلشي تاع الميبة السيلون، نفضي البيبي. غير ما حاجة واحدة البيبي اللي يديروا عقلكم فيها هي الصداعات في الزنقة. الصداعات في الزنقة. تحية لخوتي الصغار كاملين، للدري ديال الالترات، للدري اللي تابعين، نتمنى من لي ريسبونسابل ديال الالترات كاملين، للدراري كاملين ديال كازا، سيرتو نتدو على ولاد مدينتي، ولاد الدر السلطان، ولاد البارانيس، على عندنا ولاد عين السبع، اون جينيرال كازا كاملة، حاولوا الله يجازيكم بخير، ما تأثروا الدري ديال بيبي في الالترات، والروابا اللي تيم بحال مافيا بلا حكام بحال كل شيء. واش قبل ما تدخل السجن؟ لا لا قديم في الراب، لا لا لا, لا قديم قديم بزاف. ها قبح الله والحبس، وكنت ندير واحد الشركه قبل من الحبس، يعني صافي ما بقاتش غير رجعنا من رجعنا للغنى، ورجعت من جهد ان شاء الله، ورا تلوح شي لعيبات وما مساليش باش نلوح. بعد المشبعين صحابي قالوا لي علاش تنشاطروا في واحد لا ان شاء الله غتكون شي حاجه، لا نتحدى اي رابر، شو تحدى بالرجوله وسالينا الصداع والكلاشات، نتحدى اي رابر. شوف انا ما نبقاش نهضر لك على راسي، شتي كاع هاد الروابا اللي تيرابي وكاملين كاملين بصفه عامه بصفه عامه، لا داعي لذكر الاسماء، روابا اللي طالعين وشادين ودايرين كونترات وراه تيعرفوني وتنعرفهم واللي ما تنعرفهمش، مازال ان شاء الله كاع نطحنهم. هذا الرجل هاد الشيباني هذا غيطحنهم، حيت شيباني في الراب، انا هو الكبير في الراب، ماشي شيباني فهمتي ابار. مازال طحن حيت مديفلوبي، تلعب كاع اللعب، تلعب تراب افرو تراب، تلعب تلعب اي 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 حاجه طاحت بنادم على راسو، تلعب تنقصر في الدريل. عندي كلام في شكل واحد الراب علي دابا ولا فري ستايل في الزنقه، واحد خاينه في الزنقه تيديروا الراب تيتلاقاو الروابه في الزنقه. هذيك طريقه مخوده من فرنسا وامريكان، ماشي مشكل تتشجع الشباب وتطلعهم بحال كيما داير هذاك الدري المبوق. ايوا طلعوا معاه، طلعوا طلعوا معاه دراري دي طالون مزيانه، طلعوا معاه دي دراري بانوا دي دراري. طوطو بانوا، لا طوطو قديم، طوطو غير دربهم جاو ليه ام بي 1 وعرضوا عليه وبغى يبان معاه، بغى يتعاون مع الشباب، ما بغاش زعما بحال نقولوا تكبر عليهم. كاين بزاف شفناه تكلاصه حاليا في الاواخر،
دار شي كلاسمو زوين في شي مسابقه شي باش يوجه ليه لا يكون صديق ديالك اخويا طوطو كان صديق ديالي وباقي صديق ولكن كندير واحد لافوت نقولوا ليه من هذا المنبر ديال سميتو كوكو طوطو كوكو نيش طوطو عقلو صغير شويه وصافي وما هو خونا ماشي مشكل راه عارف راسه شنو هو دار مع اموشه اشنو قال اموشه ملي هضرت معانا وواحد القضيه نزيد لك نقول لك على طوطو والمتتبعين ديال عبير طوطو انا ما كنتش نعرفو ملي كنت نعمر في مجزيه مع اموشه قبل ما يدير الروميكس ديال هاريبو ملي غيبداو يصابو كاسو حليوه و تيكومبوزي في لاستري كان غيصابو ليهم اموشه هضر معاه كان هو ملي فان ديال التراك ديالي ديال دوبي دوبي دابا دابا وجا طلع عندي للدار لقاني متكي ناعس في دار اموشه والله يسهل عليه و غير ما يكونش خلود ما بين الصحاب حيت ما قلت والو هادشي حاجه خاويه ولكن ماشي مشكل وتحيه للدراري الروابط و تطوطو نشدو ناكلو في الراحه وي عادي صحيبه بزاف هذا غيكون اخر سؤال دير اخويا واحد اللايف مع واحد الصديق سميتو حماده تحصبص اخويا واش بدك ليا قال لي يا بلا حكام دوز معايا هادشي راه متشاكين في اللايف قال لي بلا حكام شو هذاك اللايف يا فسا اش اخويا اش بغيت هو باش غترد على هاد الحاجه اخويا حماده 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 الشوق اللي نتاعيه التراب ديال الرجال خويا عادي الصلح حتى هو التراب ديال الرجال والتراب ديال الرجال وهذاك الجن اللي عنده اللي هو نفريت تحوس مص حماده خويا فهمتي انا عرفتك دوزتي معايا الحبس فهمتي وكنتي تعبط البنادم على راسو عرفتك شدوا علينا شويه قلنا طلق سيدي اه لا اصلا هو داك تحصمص راه ماشي جن وماشي عفريت واني فريت كان تتسخر البلانط هو ديال الجنون باش نقول لك وانا تنعقل على اخ حماده بعدا راه ما كانش اعمق البحار اخرج من القادوس ديال الكروه هرب حصل في الاخر ديال الروكار بقى حاصل ما بين البحر النحله السعاده وما بين وهذيك الساعه كان الجن ديالنا باللسلس جاري على التحصمص التحصمص هذيك الساعه كنا مخلينه حتى انا ما بغيتش نجبد هذا الشيء وراه في القضيه ديالي جبت القضيه ديال الدريبي تيفي راه العطاي اللي عطى الكيلو اللي تشد في دريبي تنقول لهم فينا هو الكيلو شكون اللي عطاه النفريت تحصمص بقاش كذب عليهم ماشي شي جن كبير وحصلته في القادوس ديال مريزيكا وما قدرتيش تهرب وتحياتي ليك انت التراب ديال الرجال اخويا هو النفريت ديالك بقى طالق على بنادم راه ما كاين والو في ذاك النفريت اللي عنده هادشي اللي كاين سميت القناه ديالك باش المشبعين قالوا لي دابا في الكومنتات بغينا القناه ديال عادي اخويا القناه ديالي معكم زعيم تورط بلا حكام عادي الصلحي ومن لا يعرفوا تحياتي لخوتي المغاربه كاملين خدمت على واحد كونسيبت من 2014 ما خدمتش عليه بار انترنت يعني ما كانوش يهموني لي في اكثر ما يهموني لي المدن على الطريقه التقليديه ديال الجمعيات وعلى ديال الفنانه القدام اللي كانوا تيديروا دي كونتاكت في لي مدن في مدن في عين المكان و في تيران خدمنا في تيران يعني عندنا الحمد لله واحد الشعبيه واحد القاعده كبيره في الرباط في سلا في سيدي سليمان الدروه كازا مدينتي كامله وحولي الصدامات مع دي تيم ديال الراب بحال سي بي كات عاودنا تصالحنا مع روابا بزاف في الراب ما جيت شي واحد اللي غير تيهضر في الراب وما تلوحش بزاف علاش لان عندي شي مشاكل حتى انا باش غنلوح عندي بزاف ديال المشاكل وبلا حكام بلا حكام ماشي شي حاجه سهله يعني تنتسناو ان شاء الله يكونوا دي برودوي وتنعاونوا الدراري على الطريقه اللي استفدت انا من الحبس ومن الناس اللي استفدت من موطيزن من نرجع في 52 عام باش يلعب قال لهم انا بغيت ندير مقابلات استعراضيه باش نجمع فلوس ونتبرع بها المتشردين والمدمنين يعني هما الفئه الكبيره اللي خصها تعالج وخص الناس تحيد هذه القضيه ديال الوصم الاجتماعي وتبقى تعاير في عباد الله وتعاير في الناس وتعاير في هذا لا حول ما امكن المجتمع يتجمع وناقشوا الافكار وناقشوا شنو هو المتشردين وشنو هما الشفاره وشنو هما البزنازه والله يعفو على اي واحد واش غنقول لكم مافيا راه ماروك بلا حكام حل يدير اي واحد ولكن تنتسناو الدعم وهذا اخر يد السمعه والله الا تسمعه حبا فيه ما حد القنوات شوف القنوات ما اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله والتحيه المغاربه كاملين واللي بغى يتبع مافيا راب ماروك بالاحكام راه حنا في المغرب كاملين ورانا ولات مود باص ورا المغاربه كلشي تعرفها الله يحفظك.
يحفظك خويا عادي، الله يكبر بك. حوار كان شيق معاك، مسخيناش بك خويا عادي. انت القلب الكبير والقلب الطيب، تنتمناو من المشاهدين ديال جريده شعبر باش يدخلوا عند خويا عادي القناه ديالو ويتعاونوا معاه ويفعلوها، واللي بغى يستافد مرحبا به. كلمه اخيره خويا عادي. الكلمه الاخيره مقبله، حنا نقولوا الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره كلشي تعرفني الحمد لله، ان شاء الله غيكون خير، ان شاء الله نقزو غير واحد المشكل والله خلنا والدينا ونحيدوا عندنا شي صداعات حتى حنا. شو حد ديما الرابور اللي تيكون اونتي سيستيم واللي تيهضر في الحق واللي تيهضر كيما هضرت في الدريبي، وجات ناس تيدعوا شكايه من قنت اخر، علاش حنا ندوين على واحد جام ظلوم عندنا وما جاوش يديروا الناس حق الرد وبغاو يديروا الناس شحال من حاجه؟ حنا لحد الان راه متابعين واحد القاضي ديال الحق، نتمنوا كاع الصحافه والخوت من القناه باش يازرونا، لان انا من جد دويت على واحد السيد ولد قيسر مسبب الشهر دولمان وما عايرنا ما سبينا، داروا بينا شكايه وتطورت القضيه الشكايه ما شهرنا حتى شي واحد، دوينا بحق ودوينا ورا الاخ الدريبي غيمشي، وانا لا باغا نمشي حيت عندي مشكل، مشكل ديال خصام وشجار، تيجي عندنا الناس مسؤولين ونفضيو، وتعي الخوتي كاملين والمنابر الحره بحال هذا الاخ هذا، علاش دزت معاه؟ حيت اللي تيهضر بصريح وحر حسبنا داك الشيء الخوى الخاوي والهضره الناقصه. وهذه اخر كلمه كما تنقولوا حنا، باش نقول لك واحد القضيه وعلى اخر كلمه، نصيحه لكاع الدراري تيدوزوا الحبس، مين تسمع اخر كلمه ماشي تقول ليه ورا ربي تيشوف، الله يرحم الوالدين شوف حالي، اخر كلمه عندك فيها ساعه لا روب ديال الهضره يا مول الابتدائيه يا مول الجنايات، وانت تتهضر. انا حضرت السيد في اخر كلمه من 10 سنين خدا عامين، واللي بقاو يقولوا سعاده الرئيس راك تشوف بقاو في العشر سنين، اخر كلمه هضر، قول لي اخر كلمه، بغيت تسنط ليا وتسمع ليا وتقول ليا ودير ليا وتفعل ليا، وهذه درتها وهذه ما درتهاش، وهذه فعلتها وهذه ما فعلتهاش، وتشوفوا الجانب الكامل، هذه اخر كلمه، هذاك الشيء علاش طورت في هذه الكلمه، واخر كلمه تحيه لخونا والله يسهل الجميع. متابعي ومشاهدي جريدة شعبير، من هنا نستودعكم الله في مباشر اخر، تحيه لاخي عادل الصلحي، مرحبا بكم عنده في القناه ديالو، الى اللقاء.